اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية مع تاني فقره من برنامج مصر في 60 دقيقه. هنتكلم فيها عن الالفاظ الخادشه والايحاءات الجنسيه في كرتون الاطفال السم في العسل. طبعا كتير من اولادنا بيبقوا مقضيين معظم اوقاتهم قدام الكرتون. طيب وده طبعا بيأثر سلبيا او بيأثر او بينعكس على تصرفاتهم وسلوكياتهم وطريقه تفكيرهم. وفي الفترة الأخيرة كان في انتقادات كتيرة قوي على أفلام الكرتون، الحاجات اللي بتقدمها فيها إيحاءات جنسية أو فيها مشاهد غير لائقة، وده بيضر بأولادنا وأخلاقهم. ومن ضمن هذه الأفلام الكرتونية أو المسلسلات دي سبونج بوب طبعا الشهير ده، كان بيحتوي برضو على مشاهد فيها مثلية جنسية. برضو كرتون ماك كوين السيارات برضو كان فيها إيحاءات جنسية. أفلام ديزني الفيلم او الكرتون الشهير انا وإلسا برضو فيها بيدعم المثليه الجنسيه، وسندريلا وسنو وايت وغيرهم كتير من الافلام او المسلسلات. طبعا ده كل ده بيأثر على تنشئتهم الاجتماعيه. طيب نحل ده ازاي؟ ده هنعرفه النهارده خلال حلقتنا او دلوقتي او خلال الفقره الثانيه مع الاستاذه ولاء ابو زيد او ولاء ابو زيد اخصائي ارشاد اسري والمستشار الاعلامي للاتحاد العربي الافريقي للاعلام بمصر. اهلا بيكي يا استاذه ولاء. اهلا بيكي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شرفتينا. طيب دلوقتي احنا بنقول ان الافلام الكرتون الاباحيه دي بيبقى فيها سموم بتقتل براءه اطفالنا، نعمل ايه؟ لا هو بصي، هو من اخطر واهم الملفات هو ملف الاطفال. الام مشغوله او الاب مشغول او ايا كان مين ولي الامر في البيت، عايزين يشغلوا الطفل في اي حاجه لحد ما يخلصوا. بيتفرج، هو مش متخيل ان الكرتون ممكن يكون فيه ماده سامه، او مش متخيل ان يعني انا كأم دلوقتي ببص كده في التلفزيون ده بتفرج على كرتون. طب يا حبيبي اتفضل براحتك، انا ما بعرفش يعني. المهم ان انت ما تتحركش من الجزء ده. بالظبط. طيب الكرتون المفروض الام، هو الطفل قاعد بيتابع، هي كمان بتتابع كل دقيقتين ثلاثه، كل 10 دقائق، كل ربع ساعه. المحي او على الاقل في وقت الفراغ بتاعك خالص هاتي انت الفيلم ده وشوفي. شوفي ابنك شاف ايه. المشكله مش في الكرتون وبس، احنا حتى لما بنجيب زمايلهم يلعبوا معاهم او يقعدوا معاهم ما بيحصلش متابعات من الاهالي، اطفال بتلعب. احنا مش متخيلين ايه ممكن يتنقل لهم من زمايلهم او من الكرتون. بالتالي انا بلاقي ابني او بنتي بتضرب اختها. او مثلا بتكتشف جسم اختها او اخوها. احنا بنتكلم بقى على الحته دي اصلا. معظم الكرتون بيبقى فيها ايحاءات جنسيه وفيها كمان بتدعم المثليه الجنسيه، ودي مصيبه في حد ذاتها. بصي، يعني احنا مش عارفينها. لو بصيتي على كل المواد المطروحه من افلام الكرتون اللي بتعرض في الوطن العربي وبالاخص في مصر، هي كلها القائمين عليها يهود. كلها بلا استثناء. ومش ده اللي بيذاع في دول الغرب. ما لسه هقول لحضرتك بقى، يعني مثلا مسلسل سبونج بوب ده تم ادانته من المواقع الاجنبيه. بالزبط. بس في اهمال شديد بقى في القنوات او الفضائيات المصريه العربيه عامه. يعني انا بقول لك كل اللي بيبث ويذاع في القطر العربي مش هو تماما اللي بيذاع في القطر الاوروبي. معناها اصلا هي اصلها غربي مش عن لا، هي مصنعه غربيا علشان الوطن العربي. تمام. لكن مش علشانهم. شوفي الافلام اللي بتبث عندهم هناك ايه؟ كلها بتحض على القيم والاخلاق والمبادئ وحسن التربيه وحسن التعامل وحسن استخدام الالفاظ. لكن اللي بيبث عندنا احنا هنا هو فعلا السم في العسل. انت لما تحبي تهدمي كيان كبير هتهدميه ازاي؟ لازم تجيبي من تحت خالص. هم ده اللي بيعملوه عشان يهدم وطن بالكامل او كيان بالكامل. لازم هيجيبهم من النشء اللي تحت. دخل لهم بقى المثليه الجنسيه بشكل محبب، دخل لهم الشذوذ الجنسي بشكل محبب، العنف بشكل محبب، ازدراء الاديان بشكل محبب، بشكل محبب ليهم ومنتهى السياسه. خلي فكر البنت دايما في اللبس والمكياج. ما تعملش اي حاجه غير اللبس والمكياج. ده احنا بنشوفه في اولادنا كتير. يعني بالظبط بالظبط. هي عايز تلبس وتغير وتعمل شعرها مش زي الكرتون. هو ده اللي بيعملوه معانا. طب نعمل ايه؟ طيب الام، احنا كامهات كده الام لازم لازم لازم. ابنك بيتفرج، انت كمان لازم تتفرجي. طب انت مش فاضيه. عينك عليه، لازم تبصي كل شويه، لازم تبصي كل شويه. طيب لقيتي مشهد خادش او لقيتي الفاظ مش محببه،
على طول لازم تتدخلي بس مش بشكل عنيف علشان ما تلفتيش انتباهه انه يتمسك بالمشهد ده وعلى طول يطبعه في دماغه بنفس السياسه اللي هم اللي هي بيتعرض ليها. بالظبط بالظبط لازم انت ايه ده ايه ده ايه ده ازاي يعملوا حاجه زي كده، وتبدا تنزل لمستوى تفكير ابنها وتوصل له المعلومه بالنفور من المشهد ده او من الجمله دي بس بطريقه شيك تخلي الطفل يعني هو كمان مواجهه كويسه للطفل، مش ان احنا مش يعني المواجهه مش العنيفه نعدي مش نعدي لا 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 الموقف لا كاننا ما شفناش. طب كتير ما كتير مننا الموقف. بنعدي الموقف كاننا ما شفناش وانت ما شفتيش بس هو شايف واختزن هنا ما شفناهوش هو او شاف الحاجه دي فبنعديها بحيث ممكن امنعه من الحاجه دي بس ما احاوروش فيها. المنع القطعي فطرا غلط. يا ترى ان انا احاوره في الحاجه دي او الحاجه لازم. اللي هو شافها اصل هو شايف بالفعل او سمع. انت لو سبتيه شويه هتلاقيه هو بيردد اللي سمعه هو مش فاهم. ما اكيد ده مش غلط، او هتلاقيه بيقلد نفس التصرف هو مش عارف ان ده غلط، انا شفته في التلفزيون فطبيعي جدا، وماما شافت وسكتت او بابا شاف وسكت خلاص. المفروض الام بتبقى موجوده، مش قادره تكون موجوده بعدها خدي الفيلم تقدري تجيبيه بسهوله على يوتيوب وتشوفي ابنك شاف ايه او بنتك شافت ايه وتبداي تتعاملي وتوصلي تفكري ازاي هتوصلي له المعلومه بشكل ناعم قوي تخليه هو اللي لو شاف بعد كده لو شاف مشهد زي كده بعد كده لا ينفر يبعد. طيب هي في بقى سلوكيات واخطار او سلبيات بتيجي نتيجه الافلام او الرسوم المتحركه الاباحيه دي تمام. ايه هي ممكن تكون ايه هي اكتر السلبيات اللي احنا ممكن نكتشفها في اولادنا؟ نعرف ان هو شاف حاجه زي كده من غير ما احنا شفناه، فاهمه قصدي؟ فاهماكي. بصي انت ممكن يعني ممكن تظهر عليه ايه او نكتشف ازاي العنف وسلوكياته العنف او انه يبقى طفل منطوي جدا ومتمسك جدا بالتاب او التليفون او التلفزيون ايا كان هو بيتلقى منين او ايا كان هو بيشوف منين هتلاقيه هو رافض، هو عايش حياته كلها وخياله مع ده. ده العمر بيبدا من قد ايه مثلا؟ ده من هم 3 4 سنين بمجرد ما يبداهم يميزهم. انت هنا بيخلص الكيجي ده لو في كيجي، طب مش في كيجي هي خليك بس هنا بس سيبني انا في حالي. لا انت شغليه معاك، انت تقدري تشغليه بحاجات تانية كتير. انك تلاقيه بيتحسس جسمه او بيتحسس جسم اخواته او جسمك انت او ابوه. اعرفي هنا ان هو ما شاء الله عيلنا كلها بيعملوا كده. ما هو هنا في حاجه يعني هنا في حاجه مش مظبوطه. لما تلاقي الطفل مره واثنين وثلاثه بيتصرف تصرف مش لائق بيه او يعني جبته منين او شاف زي حاجه زي كده فين لازم انت تراقبيه. انت مش هتساليه. هو للاسف كمان مش كرتون بس، ده دلوقتي بقى الموبايل والمواقع بتبقى حاجات لا ده في ما هو اخطر. في العاب، في العاب كمان، في حاجات زي كده. لا في ما هو اخطر واكتر من كده كمان. وده اللي في ناس كتيره بتكون غايبه عنه. ان الطفل بيوصل سن 3 او 4 او 5 و6 سنين ولسه بينام في نفس الاوضه مع ابوه وامه. دي بقى كارثه كبيره. 3 4 5 سنين وست سنين ده اكتر. وانا بقول لك وست سنين ممكن اوصل اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي. ده حبيب امه. احنا دلوقتي ممكن نقول للاباء والامهات ان هم يمنعوا ان هم دي كارثه بمعنى كلمه كارثه. الاب والام اثناء العلاقه الحميمه هم متخيلين ان الابن او البنت نايمه، هم متخيلين ممكن تكون نايمه مره، نايمه الثانيه، نايمه الثالثه، لكن لو حصل وابنهم او بنتهم صحيوا مره وشافوا او سمعوا تبقى كارثه، مصيبه، صدمه طبعا. ومش هيظهر منهم اي رد فعل، وهتاثر عليهم لان الموضوع طبعاً. ده بيكون بالنسبه لهم حاجه غريبه وحاجه جديده. بيبدا الطفل سواء ولد او بنت يتمسك اكتر بانه ينام في اوضه ابوه وامه ويتلصص، هيعمل انه نايم، يعمل حجه بقى، هيعمل لا 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 فعلا هيعمل انه نايم، خايف الحاجه اللي بتاعتهم دي، بس هيعمل انه نايم لحد هو بيترقب الاب والام. مش الاب والام هم اللي بيترقبوه، لا هو اللي ده العكس بالظبط. طب بمرور الوقت ايه اللي بيحصل؟ انت كده دخلتي في ان انت هنا نفسيه الطفل ده بقت حاجه تانية خالص خالص. انسي انها تكون سويه في يوم من الايام، انسي الموضوع ده. هو كل تفكيره دلوقتي في اللي شافه، هو بيشوفه مش فاهم بس عايز يعرف ده ايه. هيبتدي اللمسات تختلف، الالفاظ هتختلف وهتختلف بشكل كلامه وهتختلف بشكل كمان ما هو اسوأ من التلفزيون او الكرتون. خشي بعد كده بقى على معاملته مع زمايله.
هيتعامل ازاي؟ لا تعاملاتهم اصلا مع زمايلهم في المدارس دي او ده النوادي لو او غيرهم ده دي قصه تانية. ده اذا كانوا اسوياء اصلا بالظبط، ما بالك بقى لو ناس عندهم اصلا ثقافه حاجه زي دي. هو هيكملوا، هو مفيش ثقافه، هم هيكملوا بعض. هو مش مفيش ثقافه، حاجه هو تايه، شافوا حاجه زي كده بيكون. بالظبط بالظبط. طيب عايزين نعرف من حضرتك ايه، ازاي نعرف اولادنا نحافظ امتى، يعني حافظوا على جسمهم امتى، او لا حافظ على نفسك امتى، امتى نعرفهم الكلام ده او ازاي؟ لا ما فيش حاجه اسمها امتى. انا من وانا بعلم ابني او بنتي بمجرد ما بدات محدش اشوف يمسكك، محدش ان هو بدا ازاي ينتبه لي ويسمعني وانا بتكلم معاه. سن سنتين بتهيألي ده، يعني الام بتبدا تاخد وتدي مع مش ابنها بدري او شويه بنتها. كده؟ لا في استيعاب بيكون عالي. سن 3 سنين هو اوريدي في لغه مشتركه بين الام وابنها او بنتها بتبتدي. لا ما ينفعش حد نقول له ايه يبوسنا من بقنا، ما ينفعش حد يحط ايده على جسمك، ما ينفعش حد يقعدك على حجره، ما كتير ينفعش حد. لما احنا نقول كده بنوعيهم على حاجه هي مش عندهم اصلا. لا يعني احنا بنقول مثلا محدش يبوسك من بقك، لا طب ايه ده، هو اصلا في حاجه اسمها كده؟ يعني كتير اصلا من الامهات مش بتحب توعي الحته انت دي لو قلت عشان ما لابنك عندهمش. او بنتك ما ينفعش حد يبوسك من بقى يقول لك يا ماما طب ما انت بتبوسيني من بقي. لان ما فعلا حدش يمسكك، طب هو علشان انا ماما. ما هنا لازم بيبقى في الرد. ردود ايوه ورد ما هو ده اقناع. انا ماما او انا بابا، لكن ماما وبابا بس اللي يمسكك من ايديك ويعديك، ماما وبابا بس اللي ياخدك في حضنه، ماما وبابا بس اللي عارفه في حاجات لازم نوصلها لهم ان دي ماما وبابا بس، اي حد تاني لا. بنبتدي نتكلم مره واتنين ومش عارف ايه، الطفل هينسى. مش احنا قلنا ايه؟ بشكل لذيذ وبشكل بشكل سهل لذيذ يليق بعقليته هو. ده دي جزئيه. الجزئيه التانيه الامهات اللي بتعاقب ولادها وخلاص على كده، هي عاقبته علشان هو عمل لا تصرف لازم غلط. يكون في فن حوار وتكلمه وتفهمه. قصدي طيب حضرتك ده كده ما صح؟ هو اسوأ كمان في فن العقاب بقى. يعني ده دي من الكوارث الكبيره، انها العقاب عندها يا ريته كان خطت ايد، او يا ريت انها منعته من اللعبه، او ان هي قالت لا انا زعلانه منك. في امهات هي اساسا مش سويه نفسيا، دي بتتعامل مع اولادها بطريقه الايذاء النفسي والجسماني وضرب وحبس في اماكن ضلمه ومنع من الاكل ومنع من الخروج، منع من الخروج من المكان ده. ده بيوضح ان هي اصلا عندها هي نفسها مشكلة مش سويه. نفسية من الاول. لا هي مش سويه نفسيا، هي اساسا مش سويه، فبالتالي هي بتتعامل بتصب مرضها النفسي او عقدها النفسيه على الطفل ده. بتبتدي من كثره الايذاء النفسي والجسماني اللي بتعمله في الطفل ده بتمحيه. بتمحي شخصيته نهائي بمرور الوقت والسنين طبعا. طيب انت بينتج عنك طفل اولا غير قابل، هو متبرمج على كده، انا ما ينفعش اغلط نهائي، انا ممنوع من الغلط. هتلاقي الاطفال دي نسبه كبيره منها جدا استريت قوي في قعدتهم في مشيتهم في طريقه كلامهم، وعارفه انت الشميزات المقفوله اللي هنا والشعر اللي على بيبقى جنبه ليهم والنظاره كاريزما معينه يعني. بالظبط، وطريقه كلام معينه، تون صوت معين، طب ده نتعامل معاه حركات ازاي ده مثلا معينه. لكده؟ ده الشكل الخارجي بتاعه. طب الشكل الداخلي، الناس دي 99% منها هي مرضى نفسيا. الناس دي 99% منها هي شاذة جنسيا. لان دي اللي حصل من وهي طفله، هي بتتعنف نفسي وجسماني. بالتالي ده المخزون اللي جواها. طيب لما بيكبر هو عايز يفرغ ده، هو ده كل ده جوايا وانا مش مسموح لي بالغلط. كلمه ابوه او امه عارفه صورتهم لوحدها ترعبه، بترعبه. طيب انا لازم، ما هو في غل بالظبط، في عقد كتيره. ممكن تلاقيه قطه او نبات يكسره بايديه، اي حاجه ضعيفه، عارفه اللي بنقول عليهم الكلكعين، هم دول اي حاجه ضعيفه، اي حاجه شخصيتهم. ضعيفه تلاقيه بينتقم منها، بينتقم بيخرج ده، لان هو في وقت من الاوقات كانت امه او ابوه مركز قوه وهو كان حد ضعيف، فده كان بيحصل فيه. ولما حس نفسه ان هو في نفس شويه فهو عايز اي حاجه ينتقم يأذي منها، فيها، حتى حاجه ضعيفه. عايز يأذي فيها عشان عارفه هو بيقلد. ما هو انا بقلدك انا كمان، وفي الوقت نفسه انا بخرج من جوايا. ده لما بيتجوز بيكون ايه؟ بيكون مصيبه سودة. 90% من الحالات دي بتكون عاجزه جنسيا، اما كانتش ضعيفه جنسيا، يعني بتكون يا كده يا كده. او عندها شذوذ جنسي مثلا. ده الاساسي زي ما انت قلتي. ده الاساسي. طيب الفرعيات هي يا اما عاجزه جنسيا يا ضعيف جنسيا، وبيتعامل مع الزوجه بمنتهى الشذوذ. ده اللي بيبقى مواصفاته ايه تاني كده؟ ده بشكل عامل ازاي؟ سواء بنت او سواء راجل او لا البنات دايما بصي بتلاقيها منطويه جدا،
طريقتها في لبسها، طريقتها في كلامها، طريقتها في مشيتها، معاملتها. يعني ما اقولش الانطواء ده هدوء مثلا، لا، تربيه زياده او كده. في بنات هي هاديه، هي هاديه بطبعها، هي بالظبط هي هاديه بطبعها، بس بتتعامل جدا معاكي عاديه، حد عادي، بس هي بطبيعتها صوتها هادي، بطبيعتها خطوتها هاديه، هي حد كيوت في نفسه كده، اموره. لكن في حد تحسيه قلقان، متوتر، خايف، مش سوي، يعني بيبان عليه ان هو مش سوي من تصرفاته. طيب. طول ما هو قاعد طول ما هو قاعد هو قلقان، هو متوتر، هو عارفه يحسسك ان في حد هيقبض عليه مثلا وهو قاعد. اللي زي ده انت المفروض تبقي شايفاه وفاهمه من كلامه ومعاملته معاكي، انت هتفهمي مشكلته في ايه. لما واحد من دول، من الناس اللي هي اتربط بالشكل الغير سوي، وهو نفسه غير، وهو من جواه، سيبك من الشكل الخارجي، الشكل الخارجي ده بتلاقيه بروفايل ما حصلش، لكن هو من جواه هو متدمر. بمجرد ما بيرتبط ببنت هي بتشوف في، بتلاقي شباب او رجاله، يعني حاجه كده انت مش هتستوعبيها، مثلا البوزيشن بتاعته، وتلاقيه بيتعمد قدام خطيبته ان هو يغير في سلوكه او حاجه زي، لا ده هو بيطلب منها الاذلال. يعني ايه الاذلال؟ هنيني. لا ده حاجه هنيني. طب نرجع بقى لموضوع اولادنا بس عشان هو الوقت. كل ده توابع ليها، كل ده الاساس من كل الصغر. ده حصل من ايه؟ ما تقوليليش في حد مريض نفسي بين يوم وليله، لا ما تقوليليش حد شاذ جنسيا بين يوم وليله، حد الناس التكفيريين ما تقوليليش بين يوم وليله ابدا ابدا. طيب عايزين نعرف من حضرتك ازاي نتكلم مع اولادنا عن الثقافه الجنسيه او التربيه الجنسيه شويه كده، ونعرف منه يعني هم، يعني نكلمهم ازاي امام اطفالنا. الحاجه دي بتبقى محرجه بالنسبه للامهات والاباء، يعني وفي اي مرحله وفي اي سن نكلمهم عن الثقافه الجنسيه؟ انا اكيد مش هتكلم مع طفل يعني عنده 7-8 سنين، يعني ازاي نتكلم معاهم كل وامتى؟ كل كلام ليه وقته. وهو صغير انا بعلمه انه ممنوع حد يلمس جسمك، ده كده ستيب 1 بالظبط. انت كده كل ما بيكبر ابني او بنتي، بالظبط كل ما ابني او بنتي بيكبر معايا. اصل في ناس بتسيب عيالها لحد ما يكبروا ما بتكلمهمش، لا في الحاجه احنا داخلين مع بعض. مهم ولا مش مهم؟ طبعا لازم. وفي اي مرحله او في سن قد ايه؟ سن ابتدائي ليه حدود، اللي هو كيجي وابتدائي ده ممنوع حد يقرب منك. ما لا، طب دخلنا اعدادي البنت بلغت والولد هيبتدي هو كمان، بنبتدي واحد اتنين مع بعض نعرفهم ثقافة جسمهم هتمشي ازاي. تمام. دخلنا ثانوي انت كده بقى في القنبلة الموقوتة، فانت لازم بتعلي اللود بتاعك شوية في الكلام، بتعرفيها وان ما ينفعش يكون وما ينفعش يكون وما ينفعش يكون. فترة مراهقة بالنسبة للولد والبنت محتاجة مش الام بس، محتاجة الاب والام. الاب والام بالظبط، ده لي دور وده لي دور. لازم البنت او الولد على قد ما بيحسهم بالحب والامان، على قد ما يحسهم بان في ليهم كبير، في ليهم حد مسؤول عنهم، في لا ما ينفعش. عارفه كلمه ما ينفعش اللي هي بتقولها لنفسها، مش الاب او الام اللي بيقولها لهم، لا هي اوريدي خلاص وصلت لمرحله لا انا ما ينفعش اعمل ده، ما يليقش بيا، لا انا ما ينفعش اقول كلمه زي دي. لازم من صغرهم الغلط والصح والعيب والحرام. ما هو انت حطيتي ده، انت عملتي أساس. القاعده بتاعتك دي اساسيات وبنيتي عليها بالظبط، مع الاحتواء والاهتمام بقى. انت بتدي حب التربيه، وبتدي خوف، وبتدي اهتمام وعقاب برضو بس بسيط. لا عقاب بقى مش بسيط. ان انا احبس وعذب لا خلي عقابك دايما على حسب اللي قدامك هيستحمل طيب منك ايه. هو انا معايا 3 دقايق بالظبط، فاحنا عايزين في دقيقتين بالظبط نعرف ايه هي اهم النصايح اللي حضرتك ممكن تديها للاسر المصريه والعربيه او الامهات بالذات، ان هي تعمل ايه عشان تطلع عيالها سلوكهم سوي. اسوي لا نركز هم بيشوفوا ايه، نركز هم بيتصاحبوا على مش مين بس وبيقولوا مين. لا 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 بصفه عامه، بيشوفوا ايه، بيسمعوا ايه، بيتكلموا ازاي، صاحبوا ايه. لما ابني او بنتي يقعد يتكلم ويتخانق ويزعق ويشتم ما قطعوش. تمام. بس كمان اراقبه، اشوف هو بيتعامل مع مين وبيشوف ايه وبيسمع ايه، عشان اعرف هو بيتلقى الثقافه دي منين. وبالتالي انا لما اسيطر على اللي حواليه انا كده سيطرت على ابني او بنتي. ولمينا الموضوع. لا وكمان الحوار ما بين الام لا ده لازم مفتوح. طبعا، ولا تديها الثقه في أبداً. الكلام، انا عملت طبعاً. انا رحت طبعاً. انا حد كلمني، ايا كان غضبك جواكي، ايا كان انت من جواكي ايه،
بس لازم تكوني هاديه، لازم تتفهمي لازم تكوني هاديه جدا وتسمعيها لا انت تصرفتي صح، بس كان ممكن بقى تكون كذا وكذا وكذا وكذا، يعني عارفه اللي هو ايه، قومي كسري بعد كده انت اي حاجه، بس مع ابنك او بنتك لا، لازم تبقي مسيطره قوي عليهم بحب. تمام، للاسف وقت حلقتنا او وقت فقرتنا في الوقت اصلا بيعدي معاكي بسرعه. شكرا على المعلومات المفيده. كان معانا الاستاذه ولاء ابو زيد، اخصائيه ارشاد اسري والمستشار الاعلامي للاتحاد العربي لافريق الاعلام بمصر. التايتل بتاعك كبير قوي. اعزائي المشاهدين نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه في نفس الميعاد يوم الخميس الساعه 5. نلتقي ان شاء الله على خير، مع تحياتي نرمين عبد الرسول.